السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خوخة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير، وانتم تشاهدوا هذا الفيديو صحيتكم وشدوا دياركم، يعني ابقوا في بيوتكم لسلامتكم وسلامة عائلتكم، ربي يحفظكم. كما عودتكم دائما نجيب لكم الفيديوهات السهلة والسريعة والبسيطة، وأكيد تكون بنينة. خممت في النساء المساكين اللي رانا نتعبوا في الكوزينة في المطبخ، يعني ما بيهم يديروا الكاطو وما بيهم يديروا الفطور، فجبت لك هذه الوصفة السريعة والسهلة لتوجديها في أقل من 5 دقائق وتجي بنينة وغادي تعجب العائلة تاعك. يلا روحوا نشوفوا المقادير تاع الوصفة بدون إطالة. عندك هنايا لا شابلور اللي هي الخبز المطحون اليابس، حبة بيض وجبن متلتت. الجبن اللي راكي باغية ديريه، لكن بشرط يكون متلتت. نوجد الجبن تاعي يعني الفرماج، نجيب حبة تاع بيض ندربها مليح ونحط هذيك الحبة تاع الفرماج في البيض، ومن بعد نديرها في الخبز اليابس المطحون، رمدها مليح من كل الجوانب بهذا الشكل، ومن بعد نعود نحطها في البيض ونرجع نحطها في لاشابلوغ، نرمدها للمرة الثانية. نواصل هذه العملية بهذا الشكل حتى المرة الثالثة، يعني 3 خطرات وانت ديري فيها. بهذا الشكل نعاود نحطها في لاشابلوغ المرة الأخيرة. صدقيني هذه الوصفة تجي بنينة بزاف وخفيفة، حتى أن العائلة تاعك ما غاديش تعرف بلي هذا فرماج، يمكن تبان لها وصفة جديدة، بصح يقولوا لك بنينة هذه معمرة فرماج وهي أصلا فرماج. بهذا الشكل نكملوا الوصفة في رحبة، نحطها في لاشابلوغ بعد في البيض، لاشابلوغ في البيض 3 خطرات. بهذا الشكل نحطها المرة الأخيرة في لاشابلوغ، يعني في الخبز اليابس، ونكمل باقي الحبات تاع الجبن بهذا الشكل. بعد ما كملت كامل الحبات تاع الجبن تاعي، نوجد المقلة وندير فيها شوية تاع الزيت، الزيت يكون ساخن. تحطي الحبات تاع الفرماج تاعك يتقلاو، ومين تحطي الحبة تاوع الفرماج تاعك لازم تنقصي للنار شوية وتخليه يتقلى باش ياخد هذاك اللون الذهبي بهذا الشكل. والآن صار جاهز معنا الفرماج، يا سلام، نحطه في صحن التقديم ونوريه لكم. شوفوا الله يبارك كيفاش خرج معنا المنظر تاعي شهي، وهو كذلك يجي خفيف ويدوب في الفم، يعني من برا يجي مقرمش ومن الداخل طري. هذه الوصفة خفيفة ظريفة تساعدك في يعني مي تكوني لاهية بزاف، يكون عندك الكاطو ولا يكون عندك شغال ولا مام. هذه الأكلة صيفية غادي تولي ديريها للعائلة تاعك في الصيف، هكا خفيفة تقدميها. نقسم معكم حبة ونشوفوها كيفاش خرجت من الداخل ولا أروع. شوفوا من برا كيفاش تجي مقرمشة، وكي تقسميها تلقي الفرماج من الداخل. شوف الله يبارك. نتمنى تكون عجباتك هذه الوصفه تاع نهار اليوم اللي خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وكذلك باللايك، ربي يحفظكم، وبارطاجي هذه
الفيديو باش تعمل فائدة على الجميع، ربي يحفظكم إن شاء الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. بسلامة وتهلاو في رواحكم. وبالإضافة إلى هذه الصور الفيديوهات السابقة اللي حضرتها، إلى عجبتكم ترجعوا تشوفوها، لأنه بنتها بزاف بزاف بنينة. وهذا الهمبرجر الأحمر يعني درته صحي 100%. لأنكم بغيت تعرفوا كيفاش خدمته، روحوا الفيديو تاع همبرجر الأحمر دو تلقاوه بنين وروعة في الذوق ما شاء الله عليه. وهذه كذلك خبز السمك المحشي بالسمك المشوي، يعني ولا أروع، بنتها ما شاء الله عليها. وهذه الوصفات يعني صيفية مناسبة بزاف للموسم الصيف، خفيفة. وهذا خبز اليقطين يعني الكابوية الحمراء ولا أروع.